pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin panjenenganipun Bapak Ustadz Ashar. Dumateng Bapak Ustadz Ashar, kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
من
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله صدق الله.